التعامل مع الصوت، مهارة إدراك صوت داخل البرنامج، قم بسحب أيقونة الصوت وإسقاطها على خط التدفق فلو لاين في المكان الذي تريده. قم بكتابة اسم أيقونة الصوت ليكن صوت البرنامج. قم بفتح أيقونة الصوت من خلال الضغط المزدوج عليها. تظهر مجموعة خصائص الساوند أيكون. اضغط على Import من صندوق الخصائص لكي تتمكن من إدراج الصوت داخل البرنامج. اختر مكان وجود الصوت، سواء كان على القرص الصلب أو القرص المرن في جهازك. اضغط بالنقر المزدوج على الصوت أو انقر على الصوت، ثم اضغط على Import. تم إدراج الصوت داخل البرنامج.